السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوينا حالين في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل الترحيب في قناتكم قناة الجبل والنحل، القناة التعليمية. يبني ويمط، أي المصطلحات هي صحيحة؟ أن النحل يمط الشمع، أن النحل يبني الشمع، ما هي طريقة المط، وما هي طريقة البناء؟ مصطلحات يستخدمها الإخوة النحالون في تعاملهم في النحل، مصطلحات يستخدمها كل الإخوة النحالون في تربية النحل، لكن أي المصطلحات الصحيحة؟ محاضرة قيمة للأستاذ الفاضل الأستاذ رشد زرقي من فلسطين، فكونوا معنا. تحياتي لك أخي ناصر. والله هذا السؤال يعني تم التعرض له في كثير من المجموعات وأجاب عليه يعني كثير من الدكاترة، وخصوصا أنا سمعت أكثر من مرة من الدكتور عبد الرحمن باخمسي، وقال أنه النحل يبني على السداسيات وليس عملية مط هذا الشمع الموجود. لكن بعض النحالين قاموا بتجارب وقاموا بوزن الإطار مع الأساس الشمعي على ميزان دقيق، وعندما انتهى النحل من بناء هذا الشمع قاموا بوزن مرة أخرى فلم يجدوا فارق في الوزن، لكون نفس الوزن. ومن هنا قال بعض النحالين أنه النحل يمط الشمع ولا يبنيه. لكن في عندي تقريبا يعني تفسير، ما بعرف، ربما نتفق احنا المهندسين او الدكاترة الموجودين معنا، انه النحل قبل ما يقوم بعملية البناء على هذه الاساسات يقوم بقضم اجزاء صغيرة من هذه الاساسات، لانه هذه الاسطح تاعت الاساسات بتكون ملساء تماما. واذا بدنا نركب شيء على يعني اي خلينا نقول لو في البناء الطبيعي، البناء اللي ببنيه الانسان اذا بده يبني على سطح املس، هذا البناء مش رايح يركب على السطح الاملس، لذلك لابد من انه نعمل له عملية تخشين قليلة. فلو احنا مثلا بدنا نقوم بعملية لصق خشبتين موجودة في بعض وكان السطح املس جدا، مهما اضفنا من المواد اللاصقة يعني لن تلتصق وسيكون فكها سهل. لكن إذا كان سطح هذه الخشبتين مثلا خشن قليلا بحيث أنه تتداخل هذه المادة الغراء أو المادة اللاصقة ما بين هذول الخشبتين بتكون عملية الالتصاق أقوى. لذلك النحل يعني هذا هو طبعا ما قالوا احد الدكاترة، انه النحل يقوم بتخشين هذا الاسطح الملس بقدم جزء بسيط جدا من حواف العيون السداسية ثم يبني عليها الشمع. من النحالين اللي عملوا فحوصات مثلا الشمع الموجود، او عفوا من الباحثين اللي عملوا أبحاث على الشمع المبني، وجدوا أنه الشمع المكون منه العيون السداسية يختلف عن الشمع اللي موجود في إطار الأساس في الأساسات هذه، لأنه إطار الأساس دائما يحتوي على زيوت أو على شمع صناعي، لأنه الشمع الطبيعي صلب. فلذلك عندما تقوم بإعادة تدوير الشمع النحل يضاف له بعض الشموع الصناعية أو الزيوت الصناعية حتى يتم تليينه ويسهل على النحال استخدامه، لأنه بيكون صلب يعني أقل شيء بنكسر. لذلك موجود فيه مواد صناعية. لكن إذا فحصنا الشمع اللي على الإطار اللي بناه النحل بكون هو شمع طبيعي ما في مواد صناعية.
طيب يعني هنا مثلا ربما يقول أو يتبادر لبعض النحالين سؤال: إذا كان النحل لا يمط شمع الأساس، إذا فما الفائدة من استخدام شمع الأساس؟ الفائدة يا أخي الكريم هو تقوية شمع الأساس حتى يسهل التعامل معه. فالشمع يعني لو تركنا النحل يبني بناء حر على في الإطار والأسلاك الموجودة عليه، ودخلنا هذا الشمع على الفراز، هذا الشمع مش رايح يخرج نهائيا، لأنه يعني بيكون خفيف جدا ولا يتحمل سرعة الدوران للفراز. فهنا تكمن أهمية شمع الأساس. الأهمية الثانية إنه لو تركنا النحل، وخصوصا في أيام الربيع وأيام النشاط، لو تركنا النحل يبني البناء الحر، فسيكون نسبة عالية جدا من هذا البناء هو عيون ذكرية. فحتى إحنا نتفادى هذا البناء من العيون الذكرية، نقوم بوضع شمع الأساس اللي هو مخصص للشغالات. فالنحل يعني بيعمل على إكمال العيون السداسية هذه، بحيث أنها تكون خاصة بالشغالات. هذا والله أعلم.